ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة. الفوز فوز طبعا، يعني دايما بنقول إن المباراة حالة وسيناريو. حالتك إيه في المباراة والسيناريو بتاعها إيه؟ حالتك في المباراة أول 10 دقايق أنت نزلت ضغطت جبت هدف، مفيش أحسن من كده. يعني أول 8 دقايق أنت مسجل هدف أول، والمباراة على ملعبك ووسط جمهورك، وبالتالي النتيجة كانت ممكن تتضاعف. ولكن السيناريو اللي حصل إيه؟ الإصابتين حصلوا في 5 دقايق، يمكن إصابة في الدقيقة 16 وإصابة في الدقيقة 22، تغييرات اضطرارية. وبالتالي السيناريو هنا ده يعتبر عوامل خارجية اللي هي يعني خلت النتيجة ما تزيدش مثلا 3 4 كده. ليه؟ لأن حصل تغييرات اضطرارية أثرت طبعا على الأداء بتاع اللعيبة. في برضو اللي يعتبر يعني عوامل بقى داخلية، أنا شايف إن النادي الأهلي في اللمسة الأخيرة ضيعنا كتير الصراحة النهاردة. يمكن النادي الاهلي لو بصينا على ارقام المباراه هنلاقي ان النادي الاهلي طبعا تفوق في كل شيء قدام فريق بلاتينيوم في كل حاجه. النهارده النادي الاهلي كمان كسر ال 600 تمريره، يعني كل مره كنا بنقول ان هو 500 تمريره. النادي الاهلي على فكره اكتر فريق في البطوله دي، يمكن الارقام المباراه اللي قدامنا على الشاشه، النادي الاهلي استحوذ بنسبه 60%، بلاتينيوم 40. المحاولات على المرمى بتاعه النادي الاهلي 14 منهم 7 صح، بلاتينيوم 4 منهم واحده بس صح. عدد التمريرات 609 واحده صح، يعني ما بين الثلاث خشبات هم مش ثلاث خشبات، هم قائمين وعرض. عدد التمريرات 609، طبعا 609 ده رقم كبير، يعني اكتر من 500 تمريره اللي احنا كنا دايما بنقول عليه مع النادي الاهلي مع ريني فايلر. نسبه دقه التمريرات بتاعه النادي الاهلي 84%، برده كان في نسبه ميس باس شويه. النهارده فريق بلاتينيوم 72%. عدد العرضيات بتاعه النادي الاهلي 17 عرضيه، منهم 9 لعلي معلول. من ال 17 دول 9 لعلي معلول و8 لاحمد فتحي. تمام، العرضيات الصحيحه 6 للنادي الاهلي، وبرده التفوق في نسبه الفوز بالالتحامات 43 التحام. بمناسبه الاستحواذ، النادي الاهلي دلوقتي بقى اكتر فريق مستحوذ على الكوره في البطوله بنسبه 65%، واكتر فريق عامل تمريرات 528 تمريره في البطوله كلها. كمان اكتر فريق صنع فرص، اللي هو النادي الاهلي صنع كام فرصه؟ صنع 9 فرص، يليه النجم الساحلي وزيسكو 7 فرص. طبعا دي حاجه محترمه، ان بصمات مدرب واضحه، تستحوذك دايما اعلى، بتروح على الجون اكتر، بتصنع فرص اكتر. ولكن النقطه اللي بيفتقدها النادي الاهلي هي اللمسه الاخيره. النادي الاهلي اكتر فريق ضيع فرص مع زيسكو 6 فرص. فديت هنا النقطه اللي ان شاء الله محتاجين ان احنا نشتغل عليها الفتره الجايه، يتم التطوير فيها خلال الفتره.